يدخل هذا الامر المخدرات. لا يمكن ان يحصل مثلا بقى يجيب تفاح مثلا ابو يجيب تفاح لو مخدرات لا يجيب بصل لا يجيب بصل حار. هذا لو قيل ان واحد من اسباب عدم استقرار محافظة ديالة بانها ممرا مهما من الممرات للمخدرات، واكو اليدات وقوى منتفعة بهذا تتقاسم الاسبوع فيما بينها، هذه واحدة من المشاكل. اذا قال لك يا واحد تقول عليه عاقل لو مسودن شو تقول انت؟ والله يا ابو سجاد علمتنا السياسة دائما بسياسة الباب المفتوح، نحن لا نجزم بامر، نبقي دائما الابواب مفتوحة امام كل الخيارات. انا اقول لك المصلحة وين؟ ايه؟ المصلحة في تغليب القوى العقلائية في ديالة، قوى الحشدية في ديالة، اكو قوى عقلائية واكو قوى سلاح. مو كل الجهات اللي تمتلك مندقية هي معنية بما يحصل على الحدود مع الجمهورية الإسلامية وتسهيل بعض مرور بعض. أبو ميثاق سولف لي أهم قشرة خلاف القانون. أبو ميثاق ما أفتهم وياك بهاي اللغة، لكن أنا ما أفتهمها وياك. طق لي إياها طق بطق. أنا لا طق لي إياها طق بطق. ما كل ما القوة العقلاء ما القوة كل ما يعرف يقال يا ما تلوق لك والله. لا لا أكو قوة عقلائية بالمحفل السياسي الشيعي، وأكو قوة سلاح لا زالت إلى اليوم تحتفظ بسلاحها، لم تركن بندقيتها، لا زالت توظف هذا السلاح لفرض أمر معين في ديالة. لا أبدا طبعا أبدا، الآخر هو الذي لا زال يوظف السلاح ويدخل يستغل الوضع في الحدود ويدخل بعض البضائع خلافا للقانون. يدخل هذا المخدرات. الأمر لا يمكن أن يحصل مثلا شنو بضع البضائع؟ يجيب تفاح مثلا أبو يجيب تفاح لو مخدرات؟ لا يجيب بصل لا يجيب بصل حار. البصرة أيضا حدود مع نفس الجمهورية الإسلامية، وميسان حدود واسط حدود، لكن الوضع في ديالة زين يختلف نتيجة لنفوذ بعض عندي الجهات عندي دقيق والتي تستغل هذا النفوذ في تمرير بعض عندي دقيق.